Kendisi sende de çok mutluyum. Ama sen başka bir kollarda, tam sarhoş olmuş yollarda, kaybolmuş bir gençliğin varda, alacaklı yolun yıllardan. Acılara yürüyor korkmuyorum, arada bir kalbini yokluyorum, cennetten çiçek mi topluyorum. سلام البنات، نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. البنات اليوم ان شاء الله غدا نشارك معكم واحد الصينيه ديال الدجاج بالبطاطا والزيتون، كطيب في الفران كتجي روعه يا البنات. نتمنى هاد الوصفه ديال الصينيه ديال الدجاج بالبطاطا تنال الاعجاب ديالكم. راه البنات راه دغيا كتوجد وسهله، ما غنطيبوش في الكوكوط وما غنطيبوش في الطاجين. البنات اليوم غنطيبوا في الفران، غنديروا طبسيل ديال الدجاج غنطيبوا في الفران. كيجي الصراحه طيب ديال الفران كيجي لذيذ البنات، ولا كيجيني احسن من الكوكوط ومن الطاجين. الطاجين لا يعلى عليه، ولكن راه عاوتاني حتى الطبسيل في الفران ملي كدير واحد الصينيه ديال الدجاج راه كتجي رائعه. اول حاجه غنبداو بها البنات، وشنو عندنا؟ عندنا بطاطا دوائر كما كيبان لكم، ها هي بطاطا دوائر، يعني القياس اللي عندكم. هنا عندي واحد نص بصله، عندي البنات هنا واحد نص دجاجه كما كيبان لكم، الصدر والفخاد وداكشي، المهم نص الدجاجه كديروا القياس اللي بغيتو. بالنسبه للتوابل عندي ثومه، عندي القزبر ومعدنوس، عندي البزار، عندي سكينجبير، عندي خرقوم عرق، وعندي طريقه ديال التحميره. وبالنسبه للزيتون ديروا الزيتون اللي بغيتو، انا غندير المقطع ومعاه الحامض. صافي، اول حاجه غناخذ البنات هو هذاك الدجاج ديالي، غنزيد عليه هاد التتبيله هذه، غنخويها كامله صافي. وغنزيد عليه الزيت بلديه، ضروري البنات الزيت بلديه باش تخمروا هاد الدجاج. وغادا نخليه يرقد واحد شويه تقريبا واحد 10 دقائق، ونديروا المليحه القياس اللي غادي يبن لينا، قياس ديال الملحه. وغنخلط هاد التتبيله ديالتي مزيان. انا البنات راه دايره واحد 3 دروس ديال الثومه، ضروري الدروس ديال الثومه يكونوا 3 صافي. هنا غنخلي هاد الشرائح ديالي ديال، ماشي الشرائح، هاد الدجاج ديالي زعما يرقد في التتبيله هذه. وعاد ندوز نوريكم بعد ما يرقد واحد المده ديال 10 دقائق، ندوز نوريكم المرحله الثانيه اشنو غندير البطاطا والزيتون كيفاش غنبقى هادشي. راه دغيا كتوجد، يعني الطريقه اللي درتو لها راه دغيا غتوجد ليكم، غير هو ضروري الدجاج يرقد البنات ضروري. صافي، هنا البنات بعد ما رقدت ليا رقديه الدجاج ديالي، صافي هنا غنخليه على جنب، غنحطو ولا غنديرو فشي طبيصيل باش فداك البانيو غنحرك هذيك البطاطا. صافي ها هو بعد ما رقد ليا غنحطو على جنب، نحطو البصيله هنا، غنزيد غير شويه البزار وشويه الملح على ديك البطاطا البنات. صافي هما اللي غادا نزيد، غنزيد شويه البزار غير واحد شويه ماشي بزاف، وغنزيد شويه الملحه. صافي القياس ديال الملحه. صافي غنحرككم على هذا الشكل. هنا غناخذ البصيله غنشنفها، او كيف كلش كيقول لها نشنفها ولا نقطع سيور، كل شنو كيقول لها. انا غنديرها على هذا الشكل، غير نص بصله البنات، ماشي بصله ولا شي حاجه، غير نص بصله. هاد الطريقه ديال الصينيه ديال الدجاج البنات راه دغيا كتوجد وكتجي لذيذه وزوينه الصراحه. صافي على هاد الشكل، وغندير فوق منها هذيك البطاطا عشوائيه البنات. البطاطا قطعوها صغيره البنات، ما تقطعوهاش كبيره. صافي وغنزيد فوق منها هذاك الدجاج. صافي ونديرها في الفران قد لها الشكل ديالها. صافي صافي ها هو الدجاج ديالي اللي متبل، قد لكم الكاميرا. صافي كنحطو هكايا. صافي ونديرها في الفران دابا. هذوك الحواميد البنات ضروري ندير الحامض. بالنسبه للزيتون غنديروه هكايا على هذا الشكل. صافي البنات كيما كتشوفوا، ها هي الصينيه ديالتي ديال الدجاج والبطاطا
كتجي البنات صراحه كتشهي. صافي هنا غندوز بواحد الخويه ديال الزيت بلديه على هذا الشكل، واحد الخويه ديال الزيت بلديه صافي، وما غنزيد لها لا ما لا والو البنات، لا ما لا حتى شي حاجه. غنقص عليها الفران، اللي عنده فران الغاز يديرها في الفران الغاز، اللي عنده فران ديال الضو يديرها في فران الضو. غنغطيها ببابي الومنيوم وندخلها للفران طيب توجد، ونوريكم الشكل النهائي ديال الصينيه ديالي ديال الدجاج. كما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الصينيه ديال الدجاج اللي قدمت معكم بالبطاطا. كتجي رائعه وكتجي ساهله ودغيا كتوجد في الفران، كتجي بنينه. كنتمنىكم تجربوها. ما تنسونيش البنات من اللايك ومن البارطاج. دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم ان شاء الله. وغندير فوق منها هذيك البطاطا عشوائية البنات. البطاطا قطعوها صغيرة البنات، متقطعوهاش كبيرة صافي. وغنزيد فوق منها هذاك الدجاج صافي، وغنديرها في الفران قد لها الشكل ديالها صافي. صافي ها هو الدجاج ديالي اللي متبل، هاد لكم الكاميرا صافي. كنحطو هكايا صافي، وغنديرها في الفران دابا. هذوك الحواميض البنات ضروري ندير الحامض. بالنسبه للزيتون غنديروه هكايا على هذا الشكل صافي البنات. كما كتشوفوا ها هي الصينيه ديالتي ديال الدجاج والبطاطا، كتجي البنات صراحه كتشهي. صافي هنا غندوزها بواحد الخويط ديال الزيت بلديه على هذا الشكل، واحد الخويه ديال الزيت بلديه صافي، وما غنزيد لها لا ما لا والو البنات، لا ما لا حتى شي حاجه. غنقص عليها الفران، اللي عنده فران الغاز يديرها في الفران الغاز، اللي عنده فران ديال الضو يديرها في فران الضو. غنغطيها ببابي الومنيوم وندخلها للفران طيب توجد، ونوريكم الشكل النهائي ديال الصينيه ديالي ديال الدجاج. كما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الصينيه ديال الدجاج اللي قدمت معكم بالبطاطا. كتجي رائعه وكتجي ساهله ودغيا كتوجد في الفران، كتجي بنينه. كنتمنىكم تجربوها. ما تنسونيش البنات من اللايك ومن البارطاج. دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم ان شاء الله.